وفي الوقت الذي تواجه فيه الحكومة حكومته مصيرا مجهولا، زار رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الجزائر لإتمام صفقات تعزيز إمدادات الغاز. ويعقد هذا الوفد محادثات تتضمن لقاء بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وتوقيع اتفاقيات مشتركة، علما أنه بإبريل الماضي توصل دراغي إلى اتفاق بين شركة سوناتراك وشركة إني لزيادة صادرات الغاز الجزائرية. في العموم، تعد الجزائر من أبرز الدول المنتجة للغاز الطبيعي وللنفط أيضا، إذ تحتل مركزا مهما في قائمة الدول الكبرى المصدرة للغاز الطبيعي إلى أوروبا بشكل رئيسي. نتابع التفاصيل. أهمية ومكانة عالمية للجزائر في قطاع الطاقة، إذ تحتل المرتبة الرابعة عالميا والأولى أفريقيا في إنتاج الغاز بحسب وزارة الطاقة الجزائرية. يبلغ إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في الجزائر نحو 2,300,000,000 متر مكعب بنهاية عام 2021. وبالنسبة إلى إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر، فقد سجلت البلاد أكثر من 100 مليار متر مكعب نهاية عام 2021. ومع هذا الإنتاج، استهلكت الجزائر 45,800,000,000 متر مكعب من الغاز الطبيعي محليا نهاية العام الماضي. أضف إلى ذلك أن الجزائر صدرت إلى القارة الأوروبية عام 2022 34,100,000,000 متر مكعب من الغاز، كما صدرت الغاز إلى القارة الإفريقية العام الماضي بنحو 400 مليارات و800 مليون متر مكعب. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الجزائر مراسل الشرق زميل عبد الباسط كالي. مرحبا عبد الباسط. إذا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بدأ هذه الزيارة، أجرى العديد من اللقاءات وتم توقيع اتفاقيات، لو تطلعنا لو سمحت على التفاصيل. نعم صحر، قبل قليل من الآن انتهى يعني الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وماريو دراغي رئيس الوزراء الإيطالي من الندوة الصحفية التي عقدها في مقر الرئاسة الجزائرية، وهي الندوة التي جاءت عقب توقيع 16 اتفاقية بين الجزائر وإيطاليا. الرئيس تبون أعلن أنه سيتم غدا توقيع عقد بين أوكسيدونتال وإيني وتوتال، عقد ب4 ملايير دولار لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة جدا من الغاز الجزائري، كما جدد التزامه يعني بأن تكون بلاده من بين مزودي أوروبا بالطاقة الشمسية المتجددة والطاقة الكهربائية التقليدية، فضلا عن التحادث بين يعني حول المسائل الإقليمية والقارية التي تهم البلدين. إذن كما قلت، إيطاليا والجزائر وقعتا اتفاقيات بلغت 16 اتفاقية تتعلق بالطاقات والطاقات المتجددة وكذلك الصناعة الصيدلانية، أيضا مكافحة الفساد. هذه الزيارة سحر تأتي في أعقاب زيادة الجزائر يعني من وارداتها ب4 ملايير متر مكعب إلى إيطاليا، والتي تم الإعلان عنها في يوم الجمعة الماضي، والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية من هذا الأسبوع. الجزائر فعليا زودت إيطاليا ب13.9 مليار متر مكعب من الغاز، وهي تريد أن توصل القيمة التي أضافتها مؤخرا من 4 إلى 6 ملايير متر مكعب سحر. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مراسل الشرق من الجزائر عبد الباسط كالي، شكرا. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على اليوتيوب لمتابعة برنامج الرابط، معي أنا سحر المزاري.